بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في فصل عقده في موقف المأمومين مع إمامهم، وقفنا عند قوله: فإن صلى فذا ركعة لم تصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، تقدم الكلام على حكم صلاة الفذ خلف الصف، وأنه إذا صلى ركعة فأكثر ولم يصف معه أحد أن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لفذ خلف الصف. لكن لو كبر وحده خلف الصف ثم زالت فذوذيته قبل سجود الإمام صحت صلاته، وزوال فذوذيته بأحد أمرين: إما أن يدب ويدخل في الصف ويسجد مع الإمام ويكمل صلاته مع الصف، هذا صلاته صحيحة، كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما كبر خلف الصف راكعا ثم دب ودخل في الصف، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وإنما قال له: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود للدخول في الصلاة خلف الصف وحدك، نهاه عن ذلك، وأراد منه أن لا يدخل في الصلاة إلا إذا وقف في الصف. الأمر الثاني الذي تزول به الفذوذية إذا بدأ الصلاة فذا خلف الصف أن يقف معه آخر، يأتي آخر ويقف معه قبل سجود الإمام، فإنه تصح صلاته حينئذ، لأنه إذا صحت صلاته إذا دب ودخل في الصف فلا أن تصح إذا وقف معه آخر، من باب أولى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. نعم. ثم قال رحمه الله: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. هذا أيضا في حكم اقتداء المأموم بالإمام، وأن له حالتين: الحالة الأولى أن تكون الصفوف كلها داخل المسجد، كلها داخل المسجد، ففي هذه الحالة يصح اقتداء المأمومين بالإمام وإن لم يروه ولم يروا من خلفه، لأن المسجد كله محل للاقتداء والصلاة، إذا سمعوا صوت الإمام فإنه يكفي ولو لم يروه ما داموا في المسجد. الحالة الثانية أن يكونوا خارج المسجد،
ففي هذه الحالة لا يصح لهم الاقتداء بالإمام إلا بشرط أن يروا الإمام أو المأمومين، فلا يكفي أنهم يسمعون صوت الإمام وهم خارج المسجد بدون أن يروا الإمام أو يروا أحدا ممن خلفه، لأنهم حينئذ لا يمكنهم الاقتداء بالإمام لأنهم لا يرونه ولا يرون من هو خلفه داخل المسجد، وسماعهم الصوت لا يكفي. نعم. وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاع. تصح خلف إمام عال، يعني في مكان عال عن المأمومين، إذا كان العلو يسيرا فإنه لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ويصعد على المنبر وينزل لأجل أن يعلمهم كيف يصلون، فدل على أن العلو اليسير كدرجة المنبر أنه لا يضر. أما إذا كان العلو أكثر من ذلك ذراعا، يعني قدر ذراع فأكثر، فإنها يصح الاقتداء به، لكن مع كراهة التنزيه. وهذا الحكم فيما إذا لم يكن معه أحد من المأمومين، أما إذا كان مع الإمام أحد من المأمومين فلا يضر علوه. لو اصطف إلى يمين أحد لا يضر علوه إذا كان خلفه من الصفوف في المكان العالي بعض الجماعة، كما لو فرضنا أنه صلى في السطح مثلا ومعه طائفة من المصلين وهناك جماعة يقتدون به في داخل المسجد، أو يصلي داخل المسجد وهناك جماعة يقتدون به في خلوة المسجد، في خلوة المسجد وهو المكان الذي يكون تحت أرضية المسجد، ففي هذه الحالة لا يكره العلو لأنه لم ينفرد به الإمام، وإنما كان معه بعض المأمومين. نعم. كإمامته في الطاق، كما أنها تكره كراهة تنزيه إمامته في الطاق وهو المحراب اللي يسمى الآن بالمحراب، وذلك ما يجعل في قبلة المسجد، ما يجعل في قبلة المسجد في وسطه علامة على اتجاه القبلة. فإن هذا الطاق إذا كان داخلا في الجدار فإنه يكره أن يدخل فيه الإمام حال الصلاة، لأنه يختفي عن المأمومين أو عن أغلب المأمومين فلا يرونه. أما إذا كان دخوله في الطاق يسيرا لا يخفيه عن المأمومين فلا بأس بذلك. نعم. الحمد لله. وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، يكره تطوعه، يعني صلاة النافلة موضع صلاة المكتوبة، فإذا صلى الفريضة وأراد أن يأتي بالراتبة التي بعدها أو يتطوع ما شاء فإنه يكره أن يوحد المكان، بل يستحب له أن يتأخر أو يتقدم عن المكان الذي صلى فيه الفريضة، لحديث ورد بذلك وإن كان فيه ضعف، إلا أنهم أخذوا به في هذه المسألة فقالوا ينبغي أن يتحول من مكان الفريضة ليصلي النافلة في مكان آخر نظرا لهذا الحديث، وأيضا
لأجل تكثير مواضع العبادة. وعلى كل حال المسألة كراهة التنزيه، فلو أنه صلى في موضع الفريضة صحت صلاته، يعني صلى نافلة في موضع الفريضة صحت صلاته. نعم، إلا من حاجة، يعني تزول الكراهة إذا صلى النافلة في موضع الفريضة إذا كان هذا لحاجة كضيق المكان. نعم، هذا شيء خاص بالإمام أو كذلك المأموم؟ كلهم، هذا عام لكل تغيير، تحول من موضع الفريضة أحسن، تحول من موضع الفريضة أحسن. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا. ويكره للإمام خاصة إطالة قعوده، يكره. نعم، نرجع للمسألة التي قبلها، قال: وتطوعه موضع المكتوب. نعم. ومن المحاذير في ذلك أنه إذا كان إماما وتطوع في موضع المكتوبة ربما يظن من يراه أن الفريضة لم تنتهي، فلأجل إزالة هذا الاشتباه فإن الإمام يتأكد عليه أن يتحول عن موضع المكتوبة. عن موضع الفريضة. وأما قوله وإطالة قعود، يعني يكره للإمام إطالة قعود بعد السلام مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر الله ثلاثا، ثم قال: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه إلى أصحابه، لأن في بقاء الإمام مستقبل القبلة بعد السلام بوقت طويل فيه إعراض عن المأمومين. نعم. وفيه مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. فإن كان يصلي مع الرجال نساء خلفهم لبث الإمام والمأموم قليلا ليتمكن النساء من الانصراف ولا يحصل بينهم اختلاط عند الانصراف، لما في الاختلاط من الفتنة، فيعطون النساء مهلة لينصرفن بعد الصلاة ثم ينصرفون بعدهن. نعم. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف. يكره وقوف المصلين بين سواري المسجد إذا قطعنا، أي السواري الصفوف، لأنه مطلوب اتصال الصفوف، فلا يصفون بين السواري لأنه يحصل الانقطاع، إلا إذا كان هذا لحاجة كضيق المسجد فإنها حينئذ تزول الكراهة بذلك، أو كان الصف لا يزيد عما بين السواري فلا بأس، أما إذا كان الصف يزيد عما بين السواري ولم تدعو حاجة إلى الصف بين السواري فإن ذلك يكون مكروها لما فيه من تقطيع الصفوف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين. نعم، لما فرغ المؤلف رحمه الله من أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة انتقل إلى بيان الأعذار التي تبيح للمسلم ترك الجمعة، يعني ترك صلاة الجمعة وترك صلاة الجماعة مع المسلمين، والتي تبيح له أن يصلي وحده، أن يصلي وحده في مكانه نظرا للعذر الذي أصابه. وهذه الأعذار منها أولا المرض، فالمريض الذي يشق عليه الذهاب
إلى المسجد يرخص له أن يصلي في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس وتأثرت قدمه الشريفة صلى في بيته وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فدل على أن المرض عذر في تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس راوي الحديث: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فدل على أن المرض عذر في ترك الجمعة وترك الجماعة. نعم. ومدافع أحد الأخبثين. العذر الثاني من أعذار ترك الجمعة والجماعة من يدافع أحد الأخبثين البول والغائط، فلا يذهب إلى الصلاة صلاة الجمعة والجماعة وهو على هذه الحالة، لأنه سيجد مشقة من ذلك، ولأنه يتشوش فكره في الصلاة فيتفرغ من هذا الأذى ويتطهر ولو فاتته صلاة الجماعة الجمعة والجماعة، ولا ينبغي له أن يذهب إليهما وهو مشغول بأحد الخبثين، لأن ذلك يشوش عليه صلاته ويشق عليه. نعم. ومن بحضرة طعام محتاج إليه. العذر الرابع يعذر في ترك الجمعة والجماعة من حضر طعامه وهو يحتاج إليه، فإنه لا يذهب إلى الصلاة إلا بعدما يتناول من الطعام ما يقمع شهوته وتطلعه إلى الطعام، من أجل أن يدخل في الصلاة وهو فارغ الفكر مقبلا على صلاته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال: محتاج إليه. أما إذا كان شبعان وليس بحاجة إلى الطعام، فإن حضور الطعام في هذه الحالة ليس عذرا في ترك الجمعة والجماعة. إذن حضور الطعام ليس عذرا مطلقا في ترك الجمعة والجماعة، وإنما إذا كان محتاجا إلى هذا الطعام. نعم. أحسن الله إليكم. وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. نعم. ومن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة الخوف، قوله لما جاء في الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل للراوي: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. والمراد الخوف المحقق، الخوف المحقق الذي له حقيقة. أما خوف الوساوس فهذا ليس عذرا، إنما الخوف المحقق الذي يتوقع حصوله. ومن الخوف من يخاف على ضياع ماله، إذا ذهب أن يسرق ماله أو يحترق أو يأتي عليه ما يتلفه في غيابه، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة ليحفظ ما له. من ضياع ماله أو فوات المال، يعني يتطلع إلى حصول مال قد آن حصوله، فإذا ذهب فات عليه هذا المال، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة لتحصيل هذا المال الذي يخشى فواته إذا ذهب وتركه.
أو يخشى ضررا في المال أن يصاب ماله بضرر، إما أن ينزل عليه مطر ويتبلل بالمطر أو غير ذلك من الأضرار التي تصيب المال. فإذا ترتب على ذهابه إلى الصلاة الجمعة والجماعة حصول ضرر في ماله فإنه يبقى عند ماله لدفع الضرر ويصلي في مكانه. نعم، أحسن الله إليكم. أو موت قريبه. نعم، من الأعذار المسقطة لوجوب الجمعة والجماعة إذا خاف موت قريبه، إذا ذهب إنسان يمرض مريضا وإذا ذهب يخشى أن يموت هذا المريض فهو بحاجة إلى بقائه عنده، فهذا عذر يبيح له ترك الجمعة وترك الجماعة. نعم. أو على نفسه من ضرر أو سلطان، أو خاف على نفسه من ضرر محقق، أنه إذا ذهب حصل له الضرر، كما لو أنه ذهب يخشى أن يصاب بمرض النزلة اللي يسمونها النزلة التي تكون عن بسبب التعرض للهواء مثلا، هذا ضرر، فإذا خشي على نفسه من الإصابة بهذا الضرر وأمثاله فله أن يصلي في بيته. أو يخاف من سلطان ظالم يتعرض له إذا خرج إلى المسجد، لأن بعض السلاطين والعياذ بالله يمنعون الناس من، وخصوصا بعض السلاطين في هذا الزمان يمنعون المسلمين من مزاولة عباداتهم، ويظنون أنهم إذا تركوهم أنهم سيعملون ضدهم وضد سياساتهم، فهم يتهمون كل من ظهرت عليه آثار العبادة أنه ضدهم. فهذا إذا خاف على نفسه من السلطان الذي الظالم فإنه يباح له أن يصلي في بيته ويترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد دفعا لهذا الضرر. نعم. أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو يخشى من خروجه إلى الجمعة والجماعة ملازمة غريم، يعني داين، إنسان يطالبه بدين، فإذا خرج فإن هذا الغريم يتابعه ويضايقه بالمطالبة وهو ليس عنده وفاء، يعني معسر، فهذا يباح له أن يصلي في بيته دفعا لضرر الغريب الذي يلازمه ويتابعه ولا شيء معه يسدد له لأنه معسر. والله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فمطالبة المعسر ظلم، فإذا حصل هذا يباح أو يرخص للمعسر أن يصلي ويختفي عن هؤلاء الغرماء الذين يضايقونه. أما إذا كان معه مال ويقدر على السداد فهذا ليس عذرا في ترك الجمعة والجماعة، لأنه حينئذ يكون مماطلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد، يعني الغني، ظلم يحل عرضه وعقوبته. فهذا يجب عليه سداد الدين ولا يتخلف عن الجمعة والجماعة من أجل ملازمة الغرماء وهو يقدر على سداد حقوقهم، لأنه حينئذ ظالم. نعم. الحديث الشيخ: لي الواجد، نعم، ظلم، والرواية الثانية: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. نعم. أو من فوات رفقته. هذه كلها من صور الخوف. أو يخاف من فوت رفقة، يعني هو يريد السفر، هو يريد السفر مع جماعة، فلو ذهب إلى المسجد سافروا وتركوه، فيعذر في أن يصلي في مكانه من أجل
توفر الرفقة في سفره، لأن الإنسان منهي أن يسافر وحده لما يعرض له من الأخطار. أو غلبة نعاس أو أذى. نعم، يعذر في ترك الجمعة والجماعة من يغالبه النعاس والنوم، فإذا كان فيه نعاس ونوم تسلط عليه فإنه يصلي في مكانه وينام، لأنه لو ذهب وفيه غلبة النعاس ربما لا يعقل صلاته. نعم، لكن يصلي قبل الوقت يا شيخ؟ لا، يصلي إذا دخل الوقت. هناك بعض الشيوخ كبار السن يقول أنه يثقل انتظار العشاء الآخرة فيصلي قبلها بعد المغرب، يقول أنا أنام مبكرا. هذا لا يجوز إلا إذا كان ممن يباح لهم الجمع، المريض إذا كان فيه مرض يرى نفسه ثقيلا يثقل الوضوء والخروج. إذا كان أنه يخشى على إذا كان مريضا يشق عليه تكرار الوضوء فإنه يباح له أن يجمع بين الصلاتين. نعم، ليس من مرض، من طبيعته ثقيل. كذلك إذا كان يشق عليه الوضوء لثقل جسمه ويشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، نعم، يباح له أن يجمع الصلاتين في وقت واحد. ولو كان بعد ما يجمع يمكن يخرج إلى وليمة بعد العشاء، هذا ما صار معذور. أيه، هذا ما صار معذور. نعم، أحسن الله إليكم. أو أذن بمطر ووحل. كذلك مما يباح، مما يرخص في ترك الجمعة والجماعة، إذا خشي حصول الأذى بنزول مطر يبل ثيابه أو وحل وهو الطين بينه وبين المسجد يتأذى بالمطر بأن يبلله المطر، أو ليس هناك مطر ولكن الأرض فيها طين ووحل ودحض بينه وبين المسجد، فهذا عذر يبيح له أن يصلي في بيته. ولأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في الليلة المطيرة أن يقول صلوا في رحالكم، وفعله ابن عباس رضي الله تعالى عنه في المدينة وقال إنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، أو التأذي بالريح الباردة الشديدة، يا إذا خرج إلى المسجد يتعرض لريح باردة شديدة، يعني بهذين الوصفين حصول البرودة وحصول الشدة. أما إذا كانت ريحا عادية ليست باردة وليست شديدة فهي ليست عذر في ترك الجمعة والجماعة لأنه لا يحصل بها أذى. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا آخر ما سمح به وقت الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح هذا المتن الجليل، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وهذه تحية في الختام من زميلي في الهندسة الصوتية ناصر الطحيني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.